خطوره المخدرات والادمان على الفرد والمجتمع الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فقد ميز الله عز وجل الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف واساس الفكر والتامل والتدبر. ولقد نعى الله عز وجل على من اهملوا هذه النعم ولم يوفوها حقها فقال سبحانه: أفلا يعقلون وقال تعالى: أفلا تتفكرون ويقول عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون ويقول سبحانه: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ويقول سبحانه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولله در الحسن البصري حيث قال: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده، ولأن للعقل والفكر والإدراك مكانة عالية في الإسلام، فقد أحاط الشرع الحنيف العقل بسياجات حفظ متعددة، فحرم كل ما يضر بالعقل أو يغيبه عن الوعي والإدراك، حيث يقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايع اصحابه رضوان الله عليهم قال ابايعكم على الا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مسكرا فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا مسكرا بصيغه العموم يشمل جميع المسكرات دون النظر الى مسمياتها وعليه فانه يلحق بالخمر في حرمتها كل ما يغيب العقل باي طريقه كانت شربا او شما او حقنا وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعده ثابته لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا الاحوال ولا الاشخاص وتبين الوصف الذي ينطبق على الخمر او اي نوع من انواع المسكرات فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره ومن هنا نعلم ان الخمر شامل لكل ما يسكر مهما استحدث الناس له من اسماء سواء اكان مائعا ام جامدا طالما توافر فيه المعنى المحرم وهو الاسكار يقول صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ويقول صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتشديدا في النكير على كل من اقترب من الخمر متعاطيا او بائعا او صانعا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائده يشرب عليها الخمر ان الاسلام حين حرم المخدرات انما حرمها صيانه للفرد وحفاظا على المجتمع لان الاضرار والمهالك التي تعود على المدمن وتؤثر سلبا على سلامه المجتمع كثيره فالخمر تغيب العقل وتذهب الهيبه والمروءه وتعصف بالحياء وهذا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد حرم الخمر على نفسه فلم يشربها في الجاهليه وسبب ذلك انه مر برجل سكران يضع يده في العذره ويدنيها من فيه فاذا وجد ريحها صرف عنها فقال ابو بكر رضي الله عنه ان هذا لا يدري ما يصنع فحرمها سيدنا ابو بكر على نفسه وفي الاثر انه رضي الله عنه سئل في مجمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شربت خمرا في الجاهليه قال اعوذ بالله قالوا ولم ذاك قال كنت اصون عرضي واحفظ مروءتي لانه من شرب الخمر كان لعرضه ومروءته مضيعا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق ابو بكر، صدق ابو بكر، ولا شك ان الواقع يؤكد ان تعاطي المخدرات وادمانها يؤدي الى انهيار الاسره وضياعها وانحراف افرادها، وغياب القيم والمشاعر الانسانيه عند المتعاطي للمخدرات، مما يؤدي الى انتشار الكثير من الظواهر السلبيه في المجتمع كظاهره التحرش وتعدد حالات الطلاق والتفكك الاسري ومن ثم تنتشر الجريمه بصورها المختلفه من سرقه وقتل واغتصاب لان المدمن لا يبالي اثر فعله ولا عواقب جريمته فكل ما يهمه ان يتحصل على المخدرات باي طريق واي وسيله فكم من حرب اوقدت المخدرات نارها وكم من غني افقرت وكم من صحيح اسقمت وكم من شريف وضعت وكم من عزيز اذلته وكم فرقت بين الزوج وزوجه وكم اورثت من حسره وكم جرت على شاربها من بليه ومحنه فهي راس الرذائل ومفتاح كل شر كما ورد في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء رضي الله عنه حيث قال ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث ان الادمان والمخدرات سبب قوي من اسباب الانحدار التربوي والتعليمي والاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي فضلا عن انها سبب في الكثير من الامراض الصحيه والنفسيه منها القلق والاكتئاب والتوتر العصبي والنفسي واضطراب الذاكره وكثره النسيان والانطواء والعزله والشعور بالاحباط وانفصام الشخصيه وغيرها من الامراض النفسيه والعقليه مما يحتم علينا ضروره المواجهه والتصدي لهذا الخطر الفتاك وان استهداف الشباب عن طريق الادمان والمخدرات لهو استهداف للبلاد واضعاف لعناصر قوتها وهدم للقيم النبيله والاخلاق الحسنه ويكفي استشعارا لخطر المخدرات ان من وقع في شباكها وذاق سمها تاتي عليه لحظه يحول فيها من انسان سوي الى كائن خطير يمكن ان يسرق ويقتل او يبيع دينه في سبيل الحصول على ما يسكت خلاياه العصبيه في مشهد يشبه حاله الجنون مما يتطلب التدخل لحمايه المدمن من شر نفسه وحمايه اسرته والمجتمع كله من شره واننا في حاجه ماسه الى ان يقوم كل منا بمسؤوليته تجاه شبابنا وابنائنا كل في موقعه ومجاله بدءا من الاسره ودورها التربوي ومرورا بالمدرسه والجامعه ودورها التعليمي والتوجيهي ومشاركه مع المؤسسات الدينيه ووسائل الاعلام المختلفه حتى لا نترك ابناءنا فريسه للادمان والمخدرات فان الخطر داهم والثمن عقول ابنائنا وصحتهم النفسيه والبدنيه واموالهم وما يملكون فلنتكاتف جميعا لنربي جيلا سويا يتمتع بالاخلاق الطيبه والقدره على التطور والتقدم والادراك الكامل والوعي الحقيقي بالمخاطر التي تحيط بالوطن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. وصلاه وسلاما على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اخوه الاسلام بمناسبه اطلاق اسبوع ترشيد استهلاك المياه للعام الحالي فاننا نذكر انفسنا بنعمه الماء التي هي من اجل نعم الله عز وجل علينا فالماء اصل الحياه والاحياء وأهم مصادر النماء والرخاء، حيث يقول الحق سبحانه: "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، ويقول سبحانه: "وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج". وقد عني الإسلام بنعمة الماء عناية كبرى، وأمرنا بحسن التعامل معها، وحثنا على ترشيد استخدامها، وجعل الإسراف في استخدامها صورة من صور الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. فهذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه الوضوء، فأراه صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء او تعدى او ظلم وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضا فقال ما هذا السرف يا سعد فقال افي الوضوء سرف يا رسول الله قال نعم وان كنت على نهر جاري إن الإسلام ينظر إلى الماء بوصفه ثروة قومية وإنسانية لكل الناس حق فيه فلا يحرم منه أحد ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وفي الاهتمام بأمر الماء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره. من علم علما او كرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وأخيرا فإننا نؤكد أن تلويث المياه أو إهدارها أو عدم المحافظة عليها صورة من صور الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه، حيث يقول سبحانه: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فكل نقطة ماء تساوي حياة، كما أنها تساوي مالا مقوما، وإنَّ فقدها أو إهدارها يعني إهدارا لمقدرات مهمة يجب الحفاظ عليها، لذا يجب علينا جميعا أن نشكر هذه النعمة بالحفاظ عليها، فإن شكر النعمة سبب في دوامها وزيادتها، قال تعالى: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم". اللهم احفظ مصر وشعبها، وشبابها وجيشها وشرطتها وسلمها من كل مكروه وسوء